هي فيها حاجات كتير قوي مميزة طبعا، بدءا من يعني الأفلام الحلوة اللي أنا شفتها، في إنتاج شبابي كبير قوي، في حضور من الشباب، الجيل اللي طالع كتير قوي، شفت أفلام مهمة وبتناصر القضية الفلسطينية، شفت فيلم زينة عبد الباقي عجبني جدا، يعني حاجات كتير قوي بصراحة، يعني حاجات كتير عجبتني.